ابو صقر بدي اسالك سؤال، بس هذا السؤال بيني وبينك صعب شوي. يا شين مضي حيير، قوم جيب لنا فنجان قهوه اشياء بعدين حير اخرش. يلا قول قول. ابو صقر في شغلتين في الحياه صعبات جدا جدا جدا. اتفضل يا سيدي. الاولى اخوي ابو صقر انه كيف تدخل افكارك في راس واحد ثاني، والمشي الثاني يا شمعه كيف تقدر تاخذ اموال غيرك وتحطهم في جيبتك. شمعه والله انك فيلسوف يا شين، اسئلتك والله مي قليله. اه والله تعرف بين قوسين لا يستهان بك. تسلم اخوي تسلم، وانت كمان الله يطول عمرك ولا يستهان بك. سؤال اول، كيف تخشش افكارك في مخ واحد ثاني؟ هذا يا سيدي العزيز اللي بخشش افكاره في مخ واحد ثاني بكون بروفيسور. اما سؤالك الثاني، كيف ودك تخشش اموال الناس في جيابك؟ هذا اللي بزبطك في هالشغلة يلمي بكون رجل اعمال. طبعا ابو صقر في سؤال اخير. اتفضل يا سيدي. انو اللي بيقدر يسوي الثنتين مع بعض؟ مين مين؟ شهري شهري يا شمعة شهري. طب شو هي شو هي يا يلمي؟ ولا اسهل منها، النسوان.